والسيادة العراقية الآن أصبحت في مهب الريح. تركيا عندما تحتدي على أراضينا وتبني أكثر من 36 قاعدة ونقطة رصد لا أحد يهتم لذلك، وعندما نشتكي لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ونقول إن تركيا احتدت على أراضي العراقية يكتفي مجلس الأمن بإصدار قرار يأسف لذلك فقط. وعندما تحتدي إيران أيضا على أراضينا وتضرب القرى الكردية المجاورة للحدود، وعند ذلك وبكل وقاحة يتصل وزير الخارجية الإيراني بوزير خارجية العراق ويقول له أننا سنستمر بالقصف إذا استمر تواجد هؤلاء، ومع الأسف لا وجود لرد فعل. وأنا آسف أيضا للأخ جبار ياور عندما يتوقع أنه القوات الإيرانية سوف تقوم بعمل بري، وهذا يعني أنها ستقيم أيضا قواعد لها في شمال العراق. وهكذا وصل العراق إلى نقطة الضعف هذه، والولاءات اللي تكلم التقرير عنها واقعية جدا. فالجماعة التابعين لإيران لا يستنكرون عندما تحتدي إيران على الأراضي العراقية، وعندما تحتدي تركيا على الأراضي العراقية الجماعة الموالين لها لا يستنكرون. وهكذا أصبحت الولاءات ليست للعراق، لأن هؤلاء ليسوا وطنيين وليسوا تابعين للعراق الذين يحكمون العراق، بل مصالحهم الشخصية ومنافعهم وإخلاصهم لهذه الدول التابعين لها. هؤلاء فقط يحتجون عندما تذكر كلمة تركيا أو إيران أو أمريكا. وعلي أنه الآن نحن نعيش مرحلة اللا دولة، اللا سيادة، اللا هيبة. وأصبح العراق لكل من هب ودب الدولة المستباحة لكل هؤلاء.